بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إتماما للآيات التي درسناها في مادة آيات الأحكام، سوف نتوقف إن شاء الله تعالى في هذا الدرس على آية أخرى من آيات سورة المائدة، وهي الآية الرابعة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن هذه هي الآية الرابعة من سورة المائدة، وهي تتحدث عن ما يحرم من الأطعمة. وسوف نتناول إن شاء الله تعالى وفق المحاور الأربعة التي نتناول بها آيات الأحكام. ونبدأ بالمحور الأول، وهو الشرح اللغوي لبعض المفردات الواردة في هذه الآية. يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فالميتة هي ما مات من الحيوان حتف أنفه، أي من غير قتل بذكاء أو مقتولا بطريقة أخرى بغير ذكاء. وكانت الجاهلية تستبيح أكل الميتة فحرمها الله تعالى. كذلك قوله تعالى: وما أهل لغير الله به. الإهلال هو رفع الصوت، يقال أهل بكذا، أي رفع صوته. ومن الآية أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى، وهي ذبيحة المجوس والوثني والمعطل. فالوثني يذبح للوثن، والمجوس للنار، والمعطل أي الملحد لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. فلا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل. فمعنى ما أهل لغير الله أي ما ذكر عليه اسم غير الله وذبح لغير الله. كذلك قوله تعالى: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال أبو بكر العربي: المسألة الثانية، وهي قوله والمنخنقة. المنخنقة هي التي تخنق بحبل بقصد أو بغير قصد، أو تخنق بغير حبل. كذلك الموقوذة، فهي التي تقتل ضربا بالخشب أو بالحجر. كذلك المتردية، فهي الساقطة من جبل أو في بئر أو نحو ذلك. وأما النطيحة فهي المنطوحة، الشاة التي تنطحها الأخرى بقرونها. كذلك قوله تعالى: وما أكل السبع. فالسبع هو الحيوان المفترس كالأسد والفهد والنمر ونحو ذلك. وعند بعض العرب يطلقون السبع ويريدون به الأسد خاصة، ومنهم من يعمم فيطلق السبع على كل حيوان مفترس. وكان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيتها. أيضا قوله تعالى: إلا ما ذكيتم. قال أبو بكر العربي: المسألة الحادية عشرة في التذكية، وهي في اللغة عبارة عن التمام، ومنه ذكاء السن، ويقال ذكيت النار إذا أتممت اشتعالها، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح وفي الشرع فهي عبارة عن إنهار الدم، إنهار أي إهراق الدم، وفري الأوداج، فري أي قطع الأوداج. الأوداج هم ودج، جمع ودج، والودج هو العرق الصاعد في العنق المرتبط بالقلب والدماغ. قال: عبارة عن إنهار الدم
وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور عليه كما تقدم، مقرونا ذلك بنية القصد إليه وذكر الله تعالى عليه. كذلك من المفردات قوله تعالى: وما ذبح على النصب. فالنصب هي عبارة عن حجارة منصوبة، وكانت قريش تنصب كثيرا من الحجارة حول الكعبة، وكان العرب في الجاهلية يعظمونها ويذبحون لها. وهذه النصب كما ذكر العلماء غير الأصنام، لأن الأصنام مصورة وهذه النصب ليست كذلك، يعني ليست لها هيئة وشكل كمثل الأصنام التي تكون على أشكال الإنسان أو على أشكال الحيوان. كذلك قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. أن تستقسموا أي تطلبوا القسمة والنصيب والحظ. والأزلام قال أبو بكر العربي: الأزلام كانت قداحا لقوم، قداحا يعني سهاما، كانت قداحا لقوم وحجارة لآخرين وقراطيس لأناس. يكون أحدها غفلا يعني ليس مكتوبا فيه شيء، وفي الثاني افعل أو ما في معناه، وفي الثالث لا تفعل أو ما في معناه. ثم يخلطها في جعبة أو تحته ثم يخرجها، قلنا ثم يخرجها مخلوطة مجهولة، فإن خرج الغفل الذي لا ليس مكتوبا فيه شيء أعاد الضرب حتى يخرج له افعل أو لا تفعل، وذلك بحضرة أصنامه، فيمتثلون ما يخرج له ويعتقدون أن ذلك هداية أو هداية من الصنم لمطلبه. وكذا روى ابن القاسم عن مالك كما سردناه لكم. هذا هو تفسير الأزلام عند أبي بكر العربي، وهناك تفاسير أخرى. قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. اضطر قال أبو بكر العربي تصريفه افتعل من الضرر، إذ تر هذا هو أصله، ثم بعد ذلك قلبت التاء ضاء. كقوله افتتن من الفتنة أي أدركه ضرر ووجد به. والمراد في كتاب الله تعالى بقوله فمن اضطر أي خاف التلف، تلف الهلاك، فسماه مضطرا وهو قادر على التناول. أما المخمصة فهي الجوع، الجوع الشديد المفضي للهلاك والموت. وقوله غير متجانف لإثم، متجانف مأخوذ من الجنف وهو الميل، والمتجانف المائل، والإثم هو الحرام، أي غير مائل للحرام وغير متعمد للمعصية. هذا ما يتعلق بشرح المفردات في هذه الآية. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو العلوم القرآن المتعلقة بالآية. فأول ما نبدأ به هو أن هذه الآية مدنية، بدليل أن سورة المائدة كلها مدنية، وبدليل أيضا أن هذه الآية وردت فيها الآية الشهيرة، وهي آية يعني ضمنها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال القرطبي: روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة، لفظ مسلم، وعند النساء ليلة جمعة، يعني نزلت بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع. وروي أنها لما نزلت في يوم الحج الأكبر وهو حجة الوداع وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عمر،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. أما القراءات فالقراءة التي تتعلق بغرضنا هي ما أشار إليها ابن عطية بقوله، قال: قرأ جمهور الناس الميتة، حرمت عليكم الميتة بسكون الياء. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع الميتة بالتشديد في الياء. قال الزجاج: هما بمعنى واحد، ميتة والميت والميتة بمعنى واحد، يعني لهما نفس المعنى. وقال قوم من أهل اللسان: الميت بسكون الياء ما قد مات بعد، والميت يقال لما قد مات وما لم يمت وهو حي بعد، يعني تطلق على من مات فعلا وعلى من هو سيموت من بعد، ولا يقال له ميت بالتخفيف. ورد الزجاج هذا القول واستشهد على رده بقول الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هكذا نحفظ هذا البيت: إنما الميت ميت الأحياء. إذن فجمع هنا بين استعمال الميت في عفوا بين استعمال الميت في الميت فعلا، و الحي الذي هو سيموت فيما بعد. هذا ما يتعلق بعلوم القرآن في الآية. نأتي بعد ذلك إلى المحور الثالث وهو المعنى العام للآية، فنقول: هذه الآية فيها بيان للاستثناء الوارد في الآية الأولى من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم. الله تعالى أحل الأنعام إلا ما يتلى علينا، وذلك يشير إلى هذه الآية التي حرم فيها بعض الأنعام. فعدد الله تعالى هنا ما يحرم تناوله من الحيوان، وهي الميتة والمنخنقة وأخواتها والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب. كذلك بين الله سبحانه وتعالى ما يحل من الحيوان، وهو الذي أشار إليه بقوله: إلا ما ذكيتم، وهو ما ذكي ذكاة شرعية. وبالإضافة لذلك فقد حرم الله طلب القسمة والنصيب والحظ عن طريق الأزلام، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. وطبعا ذكر الأزلام هنا مناسبة لذكر ما ذبح على النصب. وختم الله هذه الآية بحكم المضطر لتناول الميتة، فأباح له تناولها غير باغ ولا أحد. بالإضافة لذلك فهذه الآية تشتمل على امتنان الله العظيم على الأمة المحمدية بإتمام النعمة عليها وإكمال ملتها ودينها لها، واختياره الإسلام دينا لا يقبل غيره من أحد إلى يوم القيامة. وهذه الآية آية عظيمة باشتمالها على ما ذكرناه، حتى إن بعض العلماء ذكر أنها آخر ما نزل من القرآن. هذا ما يتعلق بالمعنى العام للآية. نأتي الآن إلى المحور الرابع وهو الأحكام الشرعية المتضمنة في هذه الآية، فنقول: تشتمل هذه الآية على تفصيل أحكام ما هو حلال وما هو حرام من الطعام والشراب، وذلك على ثلاثة أقصى، أو من الطعام بالأخص، وذلك على ثلاثة أقصى. الأول: تحريم الميتة وأخواتها، وهي المنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. والجامع بين هذه الأشياء هو أنها لم تذك ذكاة شرعية. إذن ف
فهذه الأنعام لن تزكى زكاة شرعية. ثاني، تحريم ما ذبح وذكي ولكنه لم يذبح باسم الله، وهو ما أهل لغير الله وما ذبح على النصب. الثالث، تحريم الدم والخنزير وهما محرمان لذاتهما. ونبدأ ب أو فمحاور الأحكام التي سوف نتحدث عنها هي على شكل التالي: حكم الميتة والمنخنقة والموقودة والمتغطية والنطيحة وما أكل السبع. ثانيا، حكم الدم ولحم الخنزير. ثالثا، حكم ما أهل لغير الله وما ذبح على النصب. ثم أخيرا، حكم تناول المحرمات هذه المحرمات بالنسبة للمضطر. نبدأ بحكم الميتة، ولنورد كما هي عادتنا نص أبي بكر العربي في المسألة. قال أبو بكر العربي: المسألة الرابعة في عموم هذه الآية وخصوصها. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال أو الطحال ذكره الدارقطني وغيره. واختلف العلماء في تخصيص ذلك، فمنهم من خصصه في الجراد والسمك وأجاز أكلهما من غير معالجة ولا زكاة، قاله الشافعي وغيره، ومنهم من منعه في السمك وأجازه في الجراد خاصة، وهو أبو حنيفة، ومنهم من خصصه في السمك خاصة ورأى أكل ميتته ومنع من أكل الجراد إلا بذكاء، قاله مالك وغيره. وطبعا الذي نعتني به نحن هو مذهب المالكية في المسألة. إذا فمعنى كلام أبي بكر العربي هو أن هذه الكلمة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، هل تحمل على العموم أم هي مخصوصة؟ أقول: المراد بالميتة كما سبق ما مات حتفاء فيه، وقد كانت العرب تحل أكل الميتة ولذلك حرمها الله تعالى. وقد اتفق العلماء على حرمة تناول كل حيوان له نفس سائلة مات حتفاء فيه، هذا متفق عليه، غير أن هذا العموم خصصه بعض العلماء بنوعين من الميتة، وهما ميتة البحر والجراد، فإنه يباح أكلهما دون تذكية. والمخصص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. إذن فالميتتان حسب الحديث وهما السمك والجراد يحل أكلهما. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض العلماء فهناك أحاديث تثبت جواز أكل ميتة البحر. ومذهب المالكية كما ذكر أبو بكر العربي أنه يجوز أكل ميتة البحر دون ذكاة، وأما الجراد فلا بد فيه من الذكاة عند المالكية. هذا بالنسبة للميتة. كذلك قوله تعالى: والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. قال أبو بكر العربي: المسألة الخامسة قوله تعالى: والدم. اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، قد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا، وعينه في صورة الأنعام مقيدا بالمسفوح، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا. وروي عن عائشة أنها قالت: لولا أن الله تعالى قال: أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق. أقول: ظاهر الآية أن الله حرم جميع أنواع الدم من غير تفصيل، إلا أنه جاء في سورة الأنعام تقييد الدم بالمسفوح، وهو قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وقد ذهب العلماء إلى وجوب حمل المطلق على المقيد هنا، فيقيد الدم هنا بالمسفوح. هذا هو معنى كلام الإمام أبي بكر العربي. ولذلك جوزوا أكل الدم الذي في الطحال والكبد
والدم الذي يخالط اللحم طبعا إذا لم يقصد شاربه إلى شربه منفصلا واستخراجه من الكبد مثلا أو من الطحال وشربه منفصلا، فهذا يحرم. وإنما أجيز أكل الدم الذي يبقى في اللحم والذي في الكبد، لأن الله سبحانه وتعالى رفع المشقة والحرج عن الناس. ثم قال تعالى: والدم ولحم الخنزير. قال أبو بكر العربي: قوله تعالى ولحم الخنزير، اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه. والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه. ثم اختلفوا في نجاسته، قال جمهور العلماء إنه نجس، وقال مالك إنه طاهر، وكذلك كل حيوان عنده، لأن علة الطهارة عنده هي الحياة. معنى كلام أبي بكر العربي هو أن الله سبحانه وتعالى قال ولحم الخنزير، عفوا، ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فخصص اللحم بالذكر. لكن اللحم هنا لا مفهوم له، فلا يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير ولكن شحمه مثلا يباح، فاللحم هنا لا مفهوم له، وإنما خصه الله تعالى بالذكر لأن المقصود الغالب هو أكل لحمه، اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما هو عند علماء الأصول. ثم قال تعالى: إلا ما ذكيت. لما بين الله تعالى ما يحرم أكله من الحيوان وهو الميتة والمنخنقة وأخواتها، بين هنا ما يجوز أكله وهو ما ذكي من الحيوان. والذكاة كما سبق تعريفها هي إنهار الدم، وذلك يكون إما بالذبح كما يصنع بالشاة والبقرة مثلا، وإما بالنحر كما يصنع بالناقة، وإما بالعقر، وهي الأشياء التي لا نقدر عليها كصيد الطائر مثلا. والحديث عن الذكاة يستلزم الحديث عن المدكي وشروطه، والحديث عن المدكى وهو الحيوان البري، والحديث عن صفة وكيفية الذكاء، والحديث عن الآلة التي يذكى بها. ولنقتصر على ما ذكره ابن العربي، فقد قال في بيان صفة الذكاء: المسألة 12 ليس في الحديث الصحيح ذكر الذكاة بغير إنهار الدم، فأما فري الأوداج وقطع الحلقوم، قلنا الأوداج يراد بها العرقان اللذان في جانبي العنق وهما يتصلان بالدماغ والقلب، وقطع الحلقوم، فأما فري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلم يصح فيه شيء. أما الحلقوم فهو القصبة التي يجري فيها النفس، وأما المريء فيكون تحت الحلقوم يجري فيها الطعام إلى المعدة، يسميه البعض بالبلع. وقال مالك وجماعة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين. وقال الشافعي: يصح بقطع الحلقوم والمريء ولا يحتاج إلى الودجين، ولا يحتاج إلى الودجين. تعلق علماؤنا بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افري الودجين واذكر اسم الله. ثم قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، لا لنا ولا لهم، وإنما المعول على المعنى، معنى أي العلة والقياس. فالشافعي اعتبر قطع مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معه حياة وهو الغرض من الموت، وعلماؤنا اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم ويفترق فيه الحلال وهو اللحم من الحرام وهو الدم بقطع الأوداج، وهو مذهب أبي حنيفة. وعليه يدل صحيح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وهذا بين لا غبار عليه. إذا فالذكاة الشرعية عند المالكية تكون بإنهار الدم وإهراقه، وذلك بقطع الودجين وقطع الحلقوم. الشافعي عنده لا بد في الذكاة الشرعية من قطع الودجين وقطع المريء، ولا يشترط قطع الحلقوم، كما أن المالكية لا يشترطون قطع المريء. هذا بالنسبة للصفة. أما الآلة فأشار إليها أبو بكر العربي بقوله: قد بين
المسألة 15 في الآلة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله: ما أنهر الدم. وتجويزه الذبح بالقصب والحجر إذا وجد ذلك بصفة الحدة يقطع ويريح الذبيحة ولا يكون معراضا يخنق ولا يقطع أو يجرح ولا يفصل، فإن كان كذلك لم يمكن. أقول الآلة التي يذكى بها وجماع ما ذكره أبو بكر العربي هي: كل محدد يمكن أو يتمكن به الذابح من قطع الأوداج وإنهار الدم، سواء كان من حديد أو من حجر له حد أو زجاج أو من غير ذلك، إذا توفر فيه الشرط وهو قطع الأوداج وإنهار الدم وإراحة الذبيحة، إلا أنه يكره أن يذكى بغير الحديد إلا عند الحاجة، لأنه في العادة الذبح بغير الحديد لا يريح الذبيحة. ثم قال تعالى: إلا ما ذكيتم. وهذا الاستثناء اختلف فيه العلماء، لا بد من جلب نصوصهم في ذلك. قال أبو بكر العربي: قوله تعالى إلا ما ذكيتم فيه ثلاثة أقوال. الأول أنه استثناء مقطوع عما قبله غير عائد إلى شيء من المذكورات، وذلك مشهور في لسان العرب، يجعلون إلا بمعنى لكن من ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، معناه لكن إن قتله خطأ. الثاني أنه استثناء متصل وهو ظاهر الاستثناء، ولكنه يرجع إلى ما بعد قوله: وما أهل لغير الله به من المنخنقة إلى ما أكله السبع. ثالث أنه يرجع الاستثناء إلى التحريم لا إلى المحرم، ويبقى على ظاهره. هذه المسألة هي ترجع إلى خلاف الاستثناء هل هو متصل أو منقطع، والاستثناء نوعان: متصل ومنقطع، كما هو معروف عند النحاة. فالله سبحانه وتعالى قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالخلاف في الاستثناء هل هو متصل أو منقطع يعني أن المنخنقة وأخواتها لو أدركت وفيها حياة قبل أن تموت وذكيت، فهل يجوز أكلها أم لا؟ الجواب ينبني على الخلاف في هذا الاستثناء هل هو متصل أو منقطع. فمن يقول إن الاستثناء متصل يذهب إلى جواز أكلها متى ما ذكيت وفيها بقية حياة، فيكون معنى قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم من هذه الأشياء التي ذكرت، وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فما ذكي منها يجوز أكله. ومن يقول إن الاستثناء منقطع فإنه لا يجوز أكلها ولو ذكيت، وهو المشهور في مذهب الإمام مالك. لماذا؟ لأن الاستثناء عنده منقطع، فيقدر قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، يعني لكن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لكن ما ذكيتم من غيرها فيجوز أكله، وأما هذه المذكورة فلا يجوز أكلها ولو ذكيت. وهذا طبعا مشروط عنده إذا نفذت مقاتلها وتحقق أنها لا تعيش، فأما إن كان يمكن عيشها فتصح ذكاتها عند ذلك. فإذا نطحت الشاة مثلا وكان يمكن أن تعيش ولا تموت بالنطح، فهذا إذا ذكيت فهي جائزة عند المالكية، لكن إذا تحقق أنها ستموت من النطح مثلا فعند ذلك تصبح حراما. ثم قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال أبو بكر العربي: الاضطرار يلحق إما بإكراه من ظالم أو بجوع من مخمصة أو بجوع في مخمصة أو بفقر لا يجد فيه غيره، فإن التحريم يرتفع عند ذلك بحكم الاستثناء ويكون مباحا، فأما الإكراه فيبيح ذلك إلى آخر الإكراه، فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه، وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة، فلا خلاف في جواز
الشبع منها وإن كانت نادرة، اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما يأكل حتى يشبع ويتضلع، قاله مالك، وقال غيره يأكل على قدر سد الرمق، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون وابن الماجشو عفوا وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون، لأن الإباحة ضرورة، لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة. أقول الاضطرار يحصل بثلاث أمور، الإكراه كما ذكر أبو بكر العربي، الإكراه والفقر المدقع والمخمصة، وهي التي ذكر الله تعالى في هذه الآية، وهي الجوع المفضي إلى الهلاك. فهذه الأمور الثلاثة تبيح لصاحبها أكل الميتة والمنخنقة وأخواتها، لكن اختلف العلماء في قدر ما يتناول منها، هل يكتفي بسد الرمق أم يأكل لحد الشبع؟ ومذهب المالكية جواز أكله منها حتى يشبع، وأما إذا عطش عطشا يفضي للموت ولم يجد إلا الخمر فهل يجوز له شربها؟ فيه خلاف، وهذا ما أشار إليه أبو بكر العربي بقوله المسألة العاشرة، من اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب، وبه قال مالك في العتبية، وقال لا تزيده الخمر إلا عطشا، وحجته أن الله تعالى حرم الخمر مطلقا وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة، ومنهم من حمله على الميتة. وقال أبو بكر الأبهري إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، فأجاز شربها بهذا القيد. فالمالكية إذن بينهم خلاف في هذه المسألة، هل يشرب أم لا يشرب؟ وبه نختم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.